زين انا انا قلت كلمة لا 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 لما انا قلت انا تكمل بس يعني استكمالا لكلام حضرتك ان كان يا استاذ كانوا يريدون ان يقبل الشعب بهذه المحاكمات ويقتنعوا بها فلهم ان يطهروا انفسهم بايه القضاء الذين افسدوا الحال الحياه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه في قبل 2005 وبعد 2005 وبعد الثوره دول لازم يتطهروا ويمشوا في الحاله دي هيصدر اي قرار من اي محكمه هنحطه فوق دماغنا انما هتلاقي القاضي المزور والقاضي الذي ساهم في التزوير والقاضي الذي ضللوا الشعب لازم يطهروا القرار لكي يقبل لكي لا 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 ده من حقنا صح طبعاً من القاضي الجنائي يرجع لوجدانه وضميره يبقى من حقنا وهذه هما بأن محكمة الجنايات النهاردة أيدت قرار الإفراج عن الضباط يبقى من حقنا طالما من الضباط هتخرج وتلعب في الأدلة يبقى من حقنا كل حاجة طيب هو الى يمين الاستاذ محسن او شك على الانقطاع يلا هيدير الجلسه يا اخوانا احنا المطلوب يا اخوانا ان احنا نبقى هادين عشان نقدر نتناقش احنا هنتفق على كل المطلوب الكلمه الان للاستاذ سعد حسب الله عشان يرد على كل بعد اذن حضرتك ماشي بقى هنطلب بس الاستاذ سعد وليد شاهين طيب استاذ محمد في جزئيه برضه عرف جزئيه ايه النهارده اللي وقعت الحكم اتخطف المظاهرين ومن ضمنهم اللي هو مادي امر مدير امن البحيره سليم كل اللي وقعت ديت لهم ولادهم في داخل الشرطه وفي الخدمة عليه والنهاردة ولادهم النهاردة بيلعبوا دور عشان يساعدوهم مدير أمن السويس مدير أمن السويس ولاده نفس النظام كل مرة حضرتك اللي هو بيلعبوا دور دلوقتي في داخل وزارة الداخلية اللي هو مادي أمر قدامي أهلي اللي هو بيتحاسب أصلا سليم في قتل المتظاهرين قال لولاده ردوها على راس اللي فيها زي ما شتم على الشعب اللي قدامه صباح وقال لهم ان انتوا اسيادهم وزي ان اسيادهم في كذا كذا قال الكلام ده كنت في مديريه الامن الغربيه كنت في شغل هناك والكلام ده اللي قال سليم فالنهارده دول خطير الناس اللي بتلعب دور خطير في داخل وزاره الشرطه وداخل العدل فالجزئية دي تواجه بكل حزم كل الناس اللي هم بيتحكموا حاليا ولادهم في الخدمة ولهم دور أساسي سليم وفي النيابة وفي القضاء وبيلعبوا دور خطير الموضوع ده يتبحث احنا متفقين على الأستاذ اللي جاي من السويس تعالى الناس كلها في حاجه اسمها ادب حوار عشان الناس تسمع عشان نفهم عشان نفكر صح اتفضل يا استاذ اتفضل الحقيقه انا اسمي حنان الضبع صحفيه وانا انا اساسا دراستي انا دارسه حقوق ولكن صحفيه ومنهم خالص اولا الوضع عندنا زي ما انا شرحته وزي ما الاستاذ محمد قال ان في دلوقتي ضغوط على اهالي الشهداء ضل حضرتك الضغوط دي يا اما هيدفعوا لهم فلوس علشان خاطر يغيروا اقوالهم الناس عندنا طبعا الناس عندنا والكلام اللي اتقال على قناه اونتي دي بس عشان الناس اللي موجوده انا الكلام ده انا سمعته وشفته وكان في الفئه الشيخ او الاستاذ المهندس عبد المنعم ما علينا ايا كان الوضع دلوقتي وضع مجتهد جدا والناس دلوقتي منع دخول ضباط الشرطه داخل اقسام الشرطه وعندهم استعداد الدم بالدم وهم مش هيتنازلوا عن كده فاللي جاي الحقيقة وأنا بعتبر إن اللي حصل ده هو إن هم يبدأوا بإخلاق سبيل الضباط اللي من السويس تحديدا هو ليه مطلوب وليه معنى
ده مش قرار تحديدا قرار تحديدا ما هواش اولا ما معنى يعني ايه يقول ان يجي نهايه المطاف لا مش الفيش والتشبيه بتاع الشهيد عشان يشوفوا هو كان عليه قضايا ولا ما عليهوش. ما ايه معناه ان كل شهداء السويس كلهم بلا استثناء كلهم مصدقيه. انا كنت في يوم 25 ويوم 28 يوم ما تم الناس ماتت ما كانش ده بيحصل. ما كانش فيه واحد من الناس اللي ماتت بيمد ايده على حاجه غيره او بيمد ايده على حاجه تخص اي حد. كان كل الشباب مع الشرطه ولان الشرطه هي اللي بدات الشباب. فمعنى ان هم يقولوا ان كل شهداء السويس وكل مصاب السويس بلطجيه انا ده شيء احنا بنعترض عليه جميعا وهذا لم يحدث وشهداء السويس ولا المصابين بلطجيه. ولكن ما معنى يعني اللي يقول لي كده انا عايزه دليل يقول لي في واحد من شهداء السويس او من المصابين اطلق رصاصه على اي ضابط يجيبوا لي الدليل. اذا كان في تبادل بالاسلحه فيجيبوا لنا الدلائل. احنا عندنا دلائل موجوده في شرايط فيديو في تصوير في كل شيء موجود كل الادله موجوده. ما معنى ايه الداعي او انا مش فاهمه الحقيقه ان كل الادله دي يتم قمصها ويبقى بس هما شهداء السويس ومصاب السويس بطلين. انا عايزه على حاجه ان الوضع في السويس هناك ملتهب بشكل غير طبيعي والناس عندها استعداد دلوقتي اللي مصبر الناس دلوقتي ان قائد الجيش عندنا قال ان احنا هندرس الموضوع وهنلاقي له حل بالتعاون يعني بعد مكالمه مع اهالي بعض الشهداء قال ان احنا هنشوف حل. ايه هو الحل؟ هل يوجد حل غير الحل القضائي؟ هل يوجد حل غير حل القصاص؟ انا مش عارفه يعني ايه القوات المسلحه بتقول ان احنا هنشوف حل ايه بالظبط؟ احنا بنطالب